بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحلو الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثالث في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الثالث وهو الخاص بالزمول المحليات الأصايل لأبناء القبائل في مسافة ورحلة 8 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيقه، مع الآمال المتجددة مع كل انطلاقة في هذا الصباح الجميل، وعبر قناة دبي ريسينج من تنقل هذه التحديات، من تنقل هذه المنافسات من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم بدانة الدنيا دبي. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى الحوت من قاد المجموعة بشعار هيان، بشعار حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري، من يتابع انطلاقة الحوت على مقدمة هذا الشوط. يليه اللي في المركز الثاني الرومانسي من الجانب الآخر، خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، من يتابع انطلاقة الرومانسي أيضا، وبمتابعة أبو سعيد أيضا من يعلن هذا الانطلاق. المركز الثالث أرهني شاهد سلطان بن درويش المنصوري بدأ يتسلل في هذه اللحظات، بدأ يعلن الانطلاق المثير والتحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة. المركز الخامس شاهين لسلطان بسهيب بن معضد المشغوري، ومع المركز السادس نتابع وداع مع المركز السادس بشعار معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، من ينطلق، من يعلن الإثارة والقدوم. التسلل أيضا للشاهين لسعيد بن خليفة بن حميدان الفلاسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، للسبع المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، والاتجاه سليم إلى خط النهاية والمنصة الرئيسية، والتحديات رائعة، الانطلاقات جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. يا السلام، التحدي الرائع، الإثارة حاضرة مع أشواط الكبار، يا سلام يا سلام يا سلام. الحوت على الصدارة، حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري، ولكن من الجانب الآخر الواري لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. الهجوم، التسلل، الانطلاق الرائع، والتحديات مستمرة، وأرهني أيضا شاهين لسعيد بن خليفة بن حميدان الفلاسي اللي انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة. نتابع أيضا شاهين لسلطان بسهيب بن معضد المشغوني بقمة التحدي، بقمة الإثارة، قادم من سويحان للمشاركة، للتحدي، للإثارة. ومع المركز الثالث، أرى التسلل، الانطلاق الرائع، ووداع ياتي ثالثا لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. الحوت ينطلق أيضا مع المركز الثالث. يا سلام، التحديات رائعة، الحوت وحمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري، والانطلاق أيضا لبري فوق محمد بن عبد الله المذوبي الاجتبي. يا سلام، التحدي رائع، الانطلاق المثير مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام، ولكن نتابع شاهين على الصدارة، نتابع شاهين على المقدمة، والأمتار النهائية، الأمتار المجنونة، شاهين على الصدارة، وشاهين الآخر أيضا القادم بكل تحدي، ولكن شاهين سعيد بخليفة بن حميدان الفلاسي هو الأقرب للسلامات. شاهين يحاول من الجانب الآخر، سلطان بسهيب بن معضد المشغوري، واللحظات الأخيرة، أهالي العوير هم الأقرب للسلامات. تهانينا لسعيد بن خليفة بن حميدان على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين لسلطان بسهيب بن معضد المشغوني، واللي وصل مع المركز الثالث
بريق فوق بشعار محمد بن عبد الله المديبي يكتبي المركز الرابع. الحوت لحمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري المركز الخامس. المركز الخامس شاهين لسعيد بن سالم بن محمد بن واسر اكتبي. هذه النتيجة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني 13:42:09. توقيت شاهين. تاهن لسعيد بن خليفة بن حميدان الفلاسي واللي وصل مع المركز الثاني. شاهين يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13:43:08. 8 أجزاء من الثانية. تاهن صطاب السيب من معضد المشغوني واللي وصل مع